صباح الخير كي جي 2، عاملين ايه؟ النهارده بإذن الله هناخد مع بعض حرف الجيم وحرف الزاي، بس قبل ما نبتدي حرف الجيم وازاي هنراجع مع بعض أشكال الحروف من الأول خالص. تعالوا نشوف مع بعض أشكال الحروف الجميلة بتاعتنا. أول حرف معانا هناخد حرف الإيه؟ حرف الألف. حرف الألف يا مس سارة، حرف الألف في أول الكلمة بيتكتب إيه؟ بيتكتب كله، في وسط الكلمة وآخر الكلمة بيتكتب طالع منه إيد صغيرة عشان هيمسك في أصحابه. بس في نقطة المفروض احنا المفروض نكون عارفينها، حرف الألف مفيش حد خالص بيمسك بعديه، ليه؟ عشان هو من الحروف المنفصلة، الحروف الشقية الشريرة اللي مفيش حد خالص بيمسك ايه؟ بيمسك بعديها. طيب تعالوا بعد كده نشوف حرف الميم. حرف الميم بيتكتب ازاي؟ بيتكتب زي ايه؟ زي عصاية الرجل العجوز. طيب في أول الكلمة يا مستورة بيتكتب نصه، في وسط الكلمة بيتكتب ايه؟ عامل زي الحمامة، في آخر الكلمة بيتكتب كله. طيب بعد كده حرف الباء. حرف الباء بيتكتب نصه وتحتيه نقطة، وده في أول الكلمة، في وسط الكلمة زي الحمامة وتحتيه نقطة، وآخر الكلمة كله. بعد كده عندنا حرف الفاء، بلف في إيدي وبنزل بعصاية ونايم على السطر، ده في أول الكلمة نصه، وسط الكلمة فارد إيده الاتنين، آخر الكلمة كله طالع منه إيد صغيرة، ممكن يتكتب كله بس لو قبليه إيه؟ حرف من الحروف الإيه؟ الشريرة أو الرافصة. طيب بعد كده عندنا حرف النون. حرف النون بيبقى عامل زي الطبق نازل تحت السطر، سنة صغيرة فوق السطر وباقي نازل تحت السطر، في أول الكلمة بيتكتب نصه، وسط الكلمة عامل زي الحمامة، آخر الكلمة بيتكتب كله. بعد كده عندنا حرف اللام، عامل زي إيه؟ زي عصاية المظلة أو الشمسية، في أول الكلمة نايم على السطر، وسط الكلمة زي الحمامة فارد إيده الاثنين، وآخر الكلمة بيتكتب كله. بعد كده عندنا حرف الحاء، تعالوا نشوف بيتكتب ازاي بطريقتنا اللي احنا عارفينها. روحي يا ايدي بعيد، لا لا ما تزعليش، ارجعي سنه صغيره ولفي بطن كبيره، ومفيش حاجه خالص بيتحط عليه او جوه بطنه، في اول الكلمه نصه، وسط الكلمه زي الحمامه، اخر الكلمه كله. حرف الراء بيتكتب ازاي؟ سنه وريشه طايره، سنه وريشه طايره، في اول الكلمه بيتكتب لوحده مش ماسك في حد خالص عشان هو برده من الحروف الشقيه او الرافصه، واخر الكلمه في وسط الكلمه بيمسك في الحروف اللي قبليه، لكن مفيش حد خالص بيمسك بعديه. بعد كده عندنا حرف التاء، زي حرف الباء بس فوق راسه كام نقطه؟ نقطتين، في اول الكلمه نصه، وسط الكلمه فارد ايده الاثنين، واخر الكلمه كله. طب حرف السين، حرف السين عنده ثلاث اسنان، ها انزل من بيتي وامشي في الشارع واطلع عند تيتا، وانزل من عند تيتا امشي في الشارع اطلع عند جد والف وارجع البيت تاني، في اول الكلمه نصه، وسط الكلمه فارد ايده الاثنين، واخر الكلمه كله. طيب حرف الجيم، في اول الكلمه فارد ايد واحده، وسط الكلمه ايد الاثنين، اخر الكلمه كله، عشان ايه؟ بيبقى جواه نقطه زي حرف الحاء، بس حرف الحاء مش جواه حاجه. حرف الزاي، زي حرف الراء بس على راسه نقطه، بيتكتب ازاي؟ سنه وريشه طايره، سنه وريشه طايره، برضو من الحروف الايه؟ الرافصه اللي مش بتمسك في اصحابها خالص، محدش بيمسك بعديها، بيمسكوا قبليها بس. طيب تعالوا دلوقتي نشوف تدريبات بقى على حرف الجيم وحرف الزاي الجميل بتاعنا، نحلها مع بعض. طيب دلوقتي عايزين نوصل، بيقول لك سيل الحروف ايه؟ سيل الحروف بشكلها. طيب حرف الفاء هنوصله فين حرف الفاء صاحبه؟ تعالوا نشوف هنوصله ازاي. ثانية واحدة يا حلوين، يلا نوصله. حرف الفاء هنوصله بصاحبه حرف الفاء. طيب حرف الجيم هنوصله بشكله، ده هنا كله وهنا مكتوب في ايه؟ في أول الكلمة. طيب حرف التاء، حرف التاء هوصله بردك بصاحبه. وحرف الزاي، حرف الزاي هوصله بايه؟ بشكله التاني في اخر الكلمه. وبعد كده عندنا حرف اللام هوصله ايه؟ هوصله بشكله التاني. طيب بعد كده عندنا ايه؟ عايزين نشوف الصفحه اللي بعديها.
دلوقتي كي جي 2 حلوين. عايزين نكمل الصفحة اللي بعديها. بتقول ايه؟ عايزين نعمل ايه؟ هنكتب الحرف الاول بالتشكيل. عندنا صورة ايه؟ صورة جبن. تعالوا نشوف كلمة جبن. اول حرف من كلمة جبن ايه يا مسارة؟ حرف الجيم. تعالوا نكتب مع بعض حرف الجيم. حرف الجيم الجميل بتاعنا، الجيم عليها فتحة وفردة ايديها الاثنين، ايد واحدة، ايد واحدة. برافو، تمام. طيب بعد كده عندنا صورة زر. ها هنكتب حرف الزاي. ها الزاي وتحتيها كسرة، تمام. طيب بعد كده عندنا صورة ايه؟ جرس. اول حرف من كلمة جرس ايه؟ ها جا، والجيم عليها فتحة، تمام. طيب التمرين اللي بعده بيقول لك ايه؟ عايزين نحط دائره حول حرف الايه؟ حول حرف الجيم. طيب فين حرف الجيم يا مستر اللي احنا عايزين نحط عليه دائره؟ تعالوا نشوف هنجيبه ازاي. اهو حرف الجيم الجميل بتاعنا اهو في كلمه جبل، وبعد كده عندنا كلمه جنجي، وبعد كده عندنا كلمه جسر. حرف الجيم وبعد كده عندنا حرف الجيم في كلمة جمل. سوري، حرف الجيم في كلمة جمل، وكلمة جرس دائرة، وكلمة جمال، وكلمة ايه؟ جبن وجزر، تمام. طيب دلوقتي عايزين نشوف هنكتب اسم ايه؟ اسم الصورة. تعالوا نشوف مع بعض الصورة معانا. أول صورة صورة ايه؟ صورة زر. تعالوا نشوف صورة زر. تعالوا نكتب مع بعض كلمة زر. ها أول حاجة عندنا حرف الزاي. الزاي تحتيها كسرة، بعد كده حرف الراء. طيب بعد كده عندنا صورة إيه؟ صورة فم. يلا نكتب مع بعض فم. ها فاء عليها فتحة، بعد كده حرف الميم، تمام. طيب بعد كده عندنا إيه يا مسارة؟ عندنا هنختار الكلمة الصحيحة. ايه الكلمة الصحيحة هنا؟ عندك صورة أم، هنختار كلمة أم. يبقى هنجيب القلم بتاعنا ونختار كلمة أم، نعمل عليها دائرة، تمام. طيب بعد كده عندنا صورة فل، هنعمل دائرة على صورة ايه؟ صورة فل. بعد كده عندنا كلمة أب، نعمل دائرة على ايه؟ على كلمة أب، تمام. طيب تعالوا دلوقتي هنوصل حرف الجيم الجميل بتاعنا بإيه؟ بالصور بتاعته. عندك جزر وجمل وزراع وايه؟ وجنجي. يبقى هنوصل الجزر بالجيم، والجنجي بالجيم، والايه؟ والجمل بالجيم. برافو. تعالوا ناخد ستار عشان انتوا شاطرين جدا، ونجمه كمان. برافو عليكم شاطرين، وناخد قلب جميل. شاطرين جدا كي جي 2 حلوين. طيب تعالوا دلوقتي بقى نشتغل مع بعض ايه؟ المد والمندود، عشان احنا المفروض شطار وبنراجع على كل حاجه مع بعض. ايه المد والمندود ده يا مستر؟ المد والمندود احنا اتفقنا، تعالوا نقوله مع بعض تاني. احنا اتفقنا المد كام نوع؟ المد ثلاثه انواع، مد الف، مد واو، مد ياء. طيب مد الالف دايما احنا عارفين الحرف اللي قبليه عليه ايه؟ عليه فتحه. طيب مد الواو الحرف اللي قبليه عليه ايه؟ عليه ضمه. طيب مد الياء الحرف اللي قبليه تحتي ايه؟ تحتي كسره. تعالوا نشوف الكلام ده هنطبقوه مع بعض ازاي. اول حاجه هنا عندنا كلمه ايه؟ قطار. قطار. قطار مد ايه يا مساره؟ قطار مد الف. يبقى هكتب حرف الالف الجميل بتاعنا. واوعى تنسى حرف الالف في المد ما بيتكتبش عليه همزه خالص ولا بيتحط عليه اي حاجه. طيب الحرف المنضود في قطار ايه؟ حرف الطاء. واوعى تنسى الفتحه، حرف الطاء. برافو. طيب دلوقتي احنا عايزين نشوف ايه الكلمه اللي بعديها. كلمه ايه؟ حوت. حوت مد ايه؟ حوت مد واو. ادي مد الواو. طيب بعد كده عندنا الممدود بقى. الممدود حرف الايه؟ حرف الحاء، وعليه ايه؟ واوعى تنسى الضمه، بيكتب بشكله في الكلمه، تمام؟ طيب كلمة ايه اللي بعديها؟ كلمة كتاب. كتاب مد ايه يا مساره؟ مد الف. برافو. طيب
طيب الحرف الممدود ها التاء، برافو. يبقى التاء عليها فتحة وتتكتب بشكلها، هكتب التاء زي ما هي شكلها في الكلمة وعليها فتحة بالمنظر ده. طيب جمال، جمال مد ايه؟ جمال مد ألف، يبقى هكتب حرف الألف. طيب الحرف الممدود يا مسارة حرف الميم، يبقى هكتب حرف الميم هنا تمام وعليها حركة الفتح زي ما هي في الكلمة. طيب كلمة فيل، فيل مد ايه؟ مد ايه؟ مد ياء، يبقى هكتب حرف الياء الجميل بتاعنا اهو. طيب الحرف الممدود، الحرف الممدود في فيل حرف الفاء، يبقى هكتب حرف الفاء ثانية واحدة، ادي حرف الفاء وتحتيه المفروض نكتبه بشكل في الكلمة اهو، تحتيه كسرة زي ما موجود في الكلمة. طيب بعد كده عندنا كلمة ايه؟ كلمة حبوب، حبوب مد ايه حبوب؟ مد واو، هكتب حرف الواو. طيب الحرف المندوس في حبوب ها حرف الايه؟ حرف الباء، يبقى هكتب حرف الباء بشكل في الكلمة الجميل، وبعديه او بعد كده عليه مد الواو الضمة زي ما هو موجود كده. يبقى احنا كده اخدنا كلمة قطار مد ألف، حوت مد واو، كتاب مد ألف، جي مال مد ألف، فيل مد ياء، وحبوب مد ايه؟ مد واو. شاطرين جدا كيجي تو، تاخدوا بقى قلب جميل عشان انتوا شطار. قلب هنا وهنا 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 اهي، حطها هنا، برافو عليكم. واشوفكم ان شاء الله يا كي جي 2 المره الجايه في محاضره جديده ومع مراجعه باذن الله على كل اللي فاتنا.